الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله الطهر الميامين وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فأما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا في محكم التنزيل بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من مظاهر رحمة الله التي تجلت في هذا الدين هو أن جعل سبحانه وتعالى الطريق إليه سهلا. يريد الله بكم اليسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إذ سبحانه وتعالى يريد من الناس أن يتقربوا إليه، لذلك يسر الخطوة والسير إليه، كل على حسب وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك قبل أن يذكر في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط الذي يؤدي إلى الله، لأنه جعل للخطو والسير إلى لقاء الله، إلى عبادة الله، إلى معرفة الله. وقبل أن يدعو المسلم طالبا الصراط المستقيم، مهد لذلك بصفة الرحمة: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فهذا الصراط تتجلى فيه رحمة الله. من هنا ينبغي أن نفهم أن هذا الصراط المستقيم يتسم بقرب المسافة وبالبساطة، وهو أقرب الطرق إلى الله وأيسرها. ولذلك إذا ذهبت تعقد الأمور ضاعت بك السبل، والبساطة تقتضي أن تركز على الأهم. لذلك قيل: كلما اتسع الحد نقص المحدود. إذا أكثرت عليك الشيء ضاع منك الشيء، بل أكثر من ذلك، الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. فالتعقيد والتشدد والتعنت يخالف مقتضيات الصراط المستقيم. الطريق إلى الله سهل، لكن النفوس هي المركبة والمعقدة. ذكرنا في خطب كثيرة أن المسلم قد يضيع في دقائق تعاليم الإسلام لكثرتها،
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الترمذي: يا رسول الله، إن شعائر الإسلام قد كثرت علي، افعل كذا، لا تفعل كذا، اعتقد كذا. يا رسول الله، إن شعائر الإسلام قد كثرت علي، يعني هذا في عهد النبي، ولم يكتمل بعد القرآن، ولم يمت الرسول، ولم تنتهي الأحاديث، ولم يكن هناك لا فقه أبي حنيفة ولا فقه إمام مالك، لأن كلما مر الزمان كلما كثرت الأحكام. عندنا مجلدات في العقيدة، مجلدات في الفقه، يعني اطلع على الحرام والحلال، يعني كلما زاد الزمان كلما زاد الناس في الأحكام. فهذا الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتمل الوحي بعد، يا رسول الله، إن شعائر الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، ما لا يمكن لي أن ألتزم بكل هذه التعاليم التي هي في القرآن وفي الأحاديث النبوية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أرشده إلى أعظم الأعمال على الإطلاق، ولذكر الله أكبر. لا تنسى الله، وأقل الذكر الصلوات الخمس. وهناك من الذكر ما هو واجب كالصلوات الخمس: وأقم الصلاة لذكري. وهو أخف الأعمال وأعظمها عند الله، فليس الأجر بالتشدد، كلما كان العمل شاقا كلما كان الأجر كثيرا، لا، بل الأجر على قدر مراد الله عز وجل، والله أراد أن يكون ذكره أفضل الأعمال. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. يعني ابحث، أخرجه البخاري ومسلم، ابحث على فضيلة كفضيلة الذكر في أكل ما يسموه أكل الحلال ولا اللباس ولا الحجاب، قارن هذا مع ذكر الله. لا مناسبة. قد تكون ملتزما بظاهر الشريعة وقلبك غافل عن ذكر الله. لا نفعتك اللحية ولا دشدوشة ولا بابوش ولا حجاب، ولا مشيت كلت كباب حلال، قلت حبا كباب حلال عمرت كرشك، هل ذلك قربك من الله بشيء؟ ربما انت شاري كباب بالفلوس ديال الدروغ، شاري الحلال بالحرام. يعني احنا الان المسلمين هنا في فرنسا كيمشيو على رؤوسهم، كلشي مقلوب عندنا، غير الحاجه اللي فيها المظاهر كنبينوها، اما الصحيح كذكر الله. يعني واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى لا يذكرون الله الا قليلا الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني الصراط يبدأ من هنا، من ذكر الله، والمنتفع به أنت، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيه حسنات كثيرة وفيه نفع كبير للقلب والنفس، هو دواؤها. الذي لم يشفه ذكر الله لن يشفيه شيء آخر. وأفضل الذكر قراءة القرآن، وهو شفاء للصدور. على مر الزمان كثرت الأحكام وضاع الناس في الدين. أبناؤنا الآن عندما يدخلون في الدين بماذا يبدأون؟
هل اللي بدأ بالسواك، هل اللي بدأ بالقميص، هل اللي بدأ بالحجاب، هل اللي بدأ بما نعرف أكل الحلال. هذا الأكل الحلال بين قوسين، لأن الله أعلم على سر قلب عليه. شعار الإسلام هي الصلاة، ما كاينش سينغولي عندنا حنا، كاينش مظاهر الإسلام هي الصلاة وذكر الله. وذكر الله يمكن لك أن تذكر الله في أي حين وعلى أي وضع. هذا الصراط المستقيم بسيط البساطة، لا ينبغي أن يكون التدين يفصم الإنسان عن فطرته، يبعدك عن فطرتك. البر ما اطمأنت إليه النفس كما قال صلى الله عليه وسلم، والإثم ما حاك في قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك. أبقى تقول هذا حلال هذا حرام، أنت عارف يعني ما تحتاج الفقه ولا كذا، هذه أمور يعني الميزان وضعه الله في قلبك. ولو أفتاك الناس، قد يفتيك الإنسان هذا حلال لكن نية، لكن النية والدافع والمؤثر فاسد. ألا وإن في الجسد بضعة بضعة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إلا من أتى الله بقلب سليم. المسافة التي تعبر إلى الله هي المسافة التي يقطعها القلب إلى الله عز وجل. فتعقدت العقائد وتعقدت العبادات وتعقدت المعاملات حتى ضاع المسلمون واختلفوا وتهارجوا واقتتلوا على الفروع في الدين، ونسوا أصول العقائد وأصول العبادات وأصول الأخلاق التي يجتمع عليها الشيعي والمعتزلي وأهل السنة. يعني كل المسلمين مجتمعون على أن الصلاة واجبة وعلى فعل الخير مطلوب وأن الله يحب يعني العفو. إلى هذه مكارم الأخلاق متفق عليها، واختلفوا في الفروع في الفقه. الفقه فيه اختلاف كثير، لكن الفقه ليس هو الدين. نحتاج إلى مذاهب، لكن المذهب ليس هو الدين. مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام الشافعي، العقيدة الأشعرية، العقيدة الواسطية، العقيدة كذا، العقيدة، هذه عقائد لكن ليست أديان. لكن عندما تحولت القراءات العقائدية والقراءة الدينية إلى 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 أديان، ضاع الناس واقتتلوا في على الفروع. يعني كيمشي يقلب لك هي الحاجة اللي مختلف معك فيها. هذه فيها سعة، إذا اختلف العلماء هذه رحمة. المفروض أن نعتبر أن اختلاف العلماء رحمة، حولناه إلى نقمة وحروب، بحيث يصبح المسلم في ساعة يريد أن يأخذ هذا الرأي يأخذ به، يريد أن يتشدد على نفسه تشدد، تريد أن تترخص إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لا تظن أن التشدد يقربك إلى الله. أن الصحابة كانوا أقل الناس تكلفا، كان الدين ديالهم بسيط سهل. احنا اصبح الدين ديالنا تحكمه الهويه ليدونتيتي، يعني وظفنا الدين الى قضايا سيكولوجيه وهوياتيه لا علاقه لهذه الامور بحقيقه الدين الذي من صلبه بل رحيقه البساطه. لانك لا يمكن ان تركز على الاهم وانت ضائع في الفروع. العقائد يكفيك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إجمالا. لا تظن أنك إذا دخلت في التفاصيل ستكون أشد حبا لله. كم من جاهل بصفات الله يحب الله، وكم من عالم بالمسائل الكلامية وكذا كذا بعيد عن الله، وكم من إنسان دارس للفقه ولكن تجد فيه من الفسق ما لا تجده في غيره.
لا تظنون أن العلم هو مسألة كمية، لأن العلم قد يضيع في المعلومات. المعلومات كثيرة، الآيات والأحاديث والآراء الفقهية وكذا، إن لم يكن عندك علم قد تضيع في الأحاديث وتضيع في الآيات وتضيع. قال الله، قال الرسول، قال الله، قال الرسول، عندك معلومات، حافظ القرآن، حافظ البخاري، لكن لا تفقه شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو داود: رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، ورب حامل لفقه ليس بفقيه. قال الله، قال الرسول، قال أبو حنيفة، لكن ليس عالم. كين قل؟ وهذا تشويش على الناس، تشويش. يطلق عليك حديث بحال هكا، بحال القنبلة، ويطلق لك الآية هكا بدون أن يتعرض إلى أسباب النزول وإلى الحكمة من الآية ولماذا نزلت وما المراد منها، ونربطها بآيات أخرى. هذا يسمى العلم، هو الذي يجمع شتات المعلومات بنظرية، وقد يكون عندك العلم وتنقصك الحكمة، وقد يضيع العلم وقد تضيع الحكمة في العلم. قد يكون عندك علم لكن تسيء التصرف في العلم. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعلمهم الكتابة، يعلمهم أنت تم، ولكن إذا نقصتك الحكمة هذا العلم قد يكون وبالا عليك وعلى غيرك، وتكون فتنة للمؤمنين وفتنة للكافرين. والسلامة من كل ذلك هي البساطة، وأن تركز دائما على المهم، وأن لا تضيع في فروع العقائد. أنت لست مطالبا بأن تؤمن بكثير من مسائل العقيدة كأشراط الساعة. هل أشراط الساعة من أصول العقائد؟ هي ليست إيمانا بالغيب، هي أحداث تاريخية ستقع. والله يقول: يؤمنون بالغيب، بالله وملائكته والكتب والرسل، لأنها تربطنا بالغيب وباليوم الآخر. يكفيك هذا كي تستعد إلى لقاء الله. كل علم يشوش عليك اتركه جانبا وركز، لأنه كلما كثرت المعلومات قل التركيز على المهم. أركان الإيمان، أركان الإسلام، أركان الأخلاق، لا ينبغي أن نحيد عنها بحجة التعمق. والحقيقة شنو هو التعمق؟ التعمق مطلوب، لكن التعمق في البسيط، في الطول لا في العرض. يعني إذا كثرت عليك لا يمكنك أن تتعمق في كل شيء. كلما بسطت الأمور يمكن لك أن تتعمق في البسيط. الله واحد أحد، يمكن لك أن تعيش تجربة التوحيد مع الله. أما إذا أكثرت المسائل فإنك تضيع، وهذا على أسف شديد الذي نعاني منه في الانترنت الآن. كتدخل الشبكة، يعني هذا عالم يقول لك كذا، وهذا عالم يقول لك كذا، وهذا يكفر كذا، وهذا يقول لك أنت ما كتعرف شيء وكذا. يعني الكاراتي، البوكس، رينج، أصبح الإسلام ساحة رينج. يا أخي اجمعوا الناس على لا إله إلا الله محمد رسول الله، يكفيك الصلاة، فعل الخير، كونوا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب الخير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه حتى يحب الأخي ما يحب نفسه. هذه راه شويه صعيبه داكشي، علاش كنمشيو حنا لا، ولكن ماشي صعيبه في الحقيقه، لانه لم نركز عليها. لو ركزنا عليها ربما لقد وصلنا الى تحقيقها، ولكن ضعنا في لانه تقول لك لو ديابل اي دون لو ديتاي، يعني الشيطان في التفاصيل. ووقع لنا كما وقع لمن قبلنا، تفرقوا شيعا. والآن يخرجوا لك حديث: ستفترق أمتي إلى كذا وسبعين فرقة، ولا مازال فرق زايدة.
راه دوكا تحسب الفرق اللي في الاسلام راه فاتت 1000. هذا الحديث ضعفه ابن حزم، كثير من العلماء قال هذا حديث باطل، ستفترق النصارى 72 فرقه. لي بروتيستون في امريكا اكثر من 1000 فرقه. يعني واش النصارى تقاضى ولا كيف ولا زالونا مختلفين؟ هو بعض الاحاديث باطله، في باطله مضمونها يصطدم مع الواقع. يعني يقول المسلم حمق، يعني يصدق بعض الامور في الاحاديث لا علاقه لها بالحقيقه، ونستعمل هذا الحديث لتكفير الناس. كل شيء راه هو من الفرقه الناجيه. وشكون اللي قال لك انت من الفرقه الناجيه؟ اتخذت عند الله عهدا؟ ما عندكش عهد. والناس يجون يوم القيامة فرادى، لا جماعات. كل واحد غادي يتسأل بوحده، ما تقول والله انا كنت مع فرقة بني فلان ولا كذا، لا كنت وحدك. وستبعث وحدك. وستحاسب وحدك. انت هو الفرقة، اما تنجو، اما تنجو واما لا تنجو. فانجو بنفسك. والنجاة في البساطة، وأن تركز على حب الله وحب رسول الله والاستعداد لليوم الآخر، وأن تصلي وتحاول أن تحافظ على الصلاة، وأن تصوم وتحاول أن تحافظ على الصيام، وأن تفعل الخير وتحاول أن تحرص على الخير، وتجاهد نفسك في الله حتى تموت، فأنت على الحق، أنت من الفرقة الناجية، بل أنت الفرقة الناجية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.